دلوقتي نروح مع حضراتكم المجموعة كده من اللقاءات قمنا بتسجيلها في القناة الأولى، هنعرضها على حضراتكم. هنبدأ من لقاء أجرته الزميلة ريهام الديب، عملت لقاء على هامش المنتدى مع الأستاذة أسماء محمد العزب وهي خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي. منتدى شباب العالم دايما هو ملتقى الحضارات واللي بيجمع ثقافات شباب من كل دول العالم بأعداد كبيرة جدا الحقيقة في النسخ الأولى والثانية والثالثة، وكمان السنة دي في النسخة الرابعة الحقيقة كان متميز جدا في الملفات المختلفة اللي بتطرح في الجلسات، واللي طبعا احنا هنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة في متابعة كل تفاصيلها. من أبرز الملفات اللي تمت الحقيقة مناقشتها في ورش العمل التحضيرية، وكمان هيتم استكمال مناقشة في جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مستقبل أفريقيا خاصة في عالم ما بعد الجائحة. هنتكلم بشكل أكتر تفصيلا عن مستقبل أفريقيا وزي تمت مناقشته في منتدى شباب العالم مع أسماء محمد العزب خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي. أهلا بك يا أسماء. أهلا بحضرتك. زي ما تكلمنا يا أسماء الحقيقة وكنا يعني بنشوف أبرز النقاط والمحاور الأساسية اللي اهتم بيها منتدى شباب العالم عن أفريقيا وعن مستقبل أفريقيا، هل بس الموضوع مرتبط بالجانب الاقتصادي ولا في جوانب تانية كمان تمت مناقشتها؟ هو من أكتر الجوانب اللي تمت مناقشتها في المنتدى هو صحة أفريقيا طبعا، وإزاي نحن نوفر لقاحات لكل الشباب الموجودين، كل الشباب والرجال والسيدات كله بالتساوي في كل دول أفريقيا، وكمان التكامل الاقتصادي بين جميع الدول الأفريقية من خلال اتفاقية AFCFTA أو اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، واللي بنركز فيها عن ازاي نحن يعني حاليا احنا فعلا ماضينا عن الاتفاقية يعني كمصر، وحاليا احنا في مرحلة اعادة هيكلة القوانين وازاي نعمل لها دومستيكيشن ان هي تقدر ان احنا نعمل لها اكتر ان هي تبقى متوافقة مع الاتفاقية، وازاي ان احنا نقدر يكون بيننا تكامل اقتصادي ما بين الدول الافريقية ونكمل بعض ونعمل ما يبقاش احنا بنستورد او بنستورد من بره الحاجات يعني غاليه جدا، وبعد كده بنرجع ان احنا يعني لو احنا بنصدر الحاجه يعني بمبلغ زهيد جدا، وده يعني بيخلي الاقتصاد مش هو ده الاقتصاد الحقيقي بتاعنا، واحنا حابين ان احنا طبعا اقتصادنا يبقى افضل بكتير. شايفة ازاي الاهتمام بشكل دائم من القيادة السياسية بأفريقيا، وانه مصر دايما الحقيقة ليها اهتمام كبير بكل ما يتعلق بالشأن الافريقي؟ زي ما انا قلت لك يعني انا خريجة البرنامج الرئاسي الافريقي، احنا اتخرجنا 3 دفعات حتى الان، وحاليا في دفعة رابعة كمان داخلة في يعني في البرنامج الرئاسي الافريقي، وكمان عندنا من اكتر الحاجات اللي بتتعمل فيه حاجات بتعملها وزارة الشباب، في حاجات بتعملها وزارة التخطيط، كل الوزارات تقريبا مهتمة بالشأن الافريقي وبتعمل برامج كتيرة جدا ليهم، وفعلا يعني في عصر الرئيس السيسي في يعني اهتمام رهيب بالشباب افريقيا ما كانش موجود قبل كده يعني، فاتمنى ان ده يدوم يعني، والحمد لله يعني انا كمان مثلت مصر في غانا في يعني الاتحاد الافريقي للمراه والطفل، وكمان برضو مثلت مصر في كسفيره للسلم والامن في الاتحاد الافريقي للسلم والامن، وفي تنزانيا برضو في منطقه اتحاد الشباب لمنطقه التجاره الحره الافريقيه. طيب اسماء انت الحقيقه كده نموذج مشرف جدا من بالنسبه للمراه وبالنسبه للشباب، وفي اهتمام دايما من سياده الرئيس وبنشوفه على طول الحقيقه بالشباب، وده طبعا كان واضح من خلال مؤتمرات الوطنيه للشباب والتواصل اللي كان دايما بيحصل مع سياده الرئيس وكل الشباب في كل محافظات مصر وطبعا في منتدى شباب العالم. والمراه الحقيقه ليها نصيب كبير دايما، ومن ضمن الجلسات المهمه نحو عالم اكثر امانا وشمولا للمراه، يعني الملفات المتنوعة والمختلفة واللي بتعكس الاهتمام بالمرأة والشباب انت بتنظري ليها ازاي اسماء؟ هو انا كمان يعني انا فعلا من مش بس كمان في المنتدى، انا بشوف ده على ارض الواقع، انا بشتغل اصلا في هيئة دولية مهتمة بالموضوع ده، وقد ايه ان احنا حاليا بقى في برامج كتير جدا مهتمه بالصحه الانجابيه للمراه، ازاي ان احنا نهتم بتنظيم الاسره، ازاي ان احنا نهتم ان صحه المراه بقى طبعا الحمله الرئاسيه للاهتمام بصحه المراه، وان هم ازاي ان هي تبقى بامان وان هي مبقاش عندها اي مشاكل صحيه زي مثلا السكر او الضغط او الكانسر يعني اي حاجه من الامراض دي، وكمان
برامج كتير جدا مهتمة بالاقتصاد بتاع المرأة، ازاي ان احنا نمكنها ونعمل لها مشروعات اقتصادية عشان حتى خاصة المرأة المعيلة اللي عندها اكتر من طفل وما عندهاش مثلا زوج ان هي، او حتى اللي هي يعني زوجها توفى او كده. فبجد يعني البرامج دي قد ايه فعلا بتمكن المرأة، ودي ما كانتش برضو موجودة بشكل كافي قبل كده. فيعني ان شاء الله يا رب يعني تدوم، واتمنى ان الناس كمان يعني تساعد الدولة ان هي تمكن الشباب اكتر. يعني ده يمكن كمان ظهر بشكل كبير في المبادرة الأكبر والأهم، هي مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة اللي تقريبا كل المبادرات الرئاسية بتدخل الحقيقة في ضمن المبادرة حياة كريمة علشان تقدر ان هي توفر حياة أفضل، جودة حياة المواطن المصري. دور الشباب من وجهة نظرك في هذه المبادرة المهمة جدا، المبادرة القومية والوطنية المهمة جدا اللي الحقيقة يعني ليها دور في تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وزي ما قلنا في تحسين جودة حياة المواطن المصري. مبادرة حياة كريمة نزلت يعني أماكن فعلا ما شافتش النور، ما شافتش الخدمات بقالها أكتر من 70 سنة. الأماكن دي اتغيرت يعني تماما، يعني 180 درجة تغيير كانت بجد جدا. يعني مش عاوز أقول لك، هي الناس أنت لو شفتي الناس أصلا يعني قد إيه بتبقى فرحانة وعمالة زغرت إن هي الأماكن كانت يعني ما فيهاش أي صرف صحي، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش أي حاجة، يعني أي حياة يعني أي معيشة، ودلوقتي بقت يعني مكان يعني تشوفيها كأنك مثلا داخلة أي منطقة متقدمة يعني، أو منطقة يعني راقية أو حاجة. فبجد يعني الناس اتغيرت تماما، وقد إيه الناس كمان يعني لمست ده على أرض الواقع، مش بس كلام بقى وتلفزيون والكلام ده، لا فعلا ده موجود على أرض الواقع. طبعا مبادرة حياة كريمة من الملفات المهمة اللي اتناقشت النهاردة كمان، وطبعا على مدار جلسات المنتدى، يعني الورش التحضيرية والجلسات إن شاء الله اللي هتتم برضو مناقشتها فيها. اكيد طبعا، وبعدين حضرتك لو خدتي بالك احنا واقفين اصلا جنب البوست بتاع حياه كريمه، يعني يعني فعلا التاثير بتاعها. عايزه اكلمك عليه اسماء، دلوقتي احنا موجودين فعلا في المكان اللي فيه مبادره حياه كريمه، والكمان ده طبعا اللي هو معرض تراثنا زي ما حضراتكم شايفين. معرض تراثنا ده الحقيقه يعني اللي بيدعمه في الاساس هو جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وزاني بيتم فيه تعاون من كل جهات الدوله والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني علشان دعم الشباب في مشروعاتهم اللي بيقوموا بيها، وكمان دعم التراث والحرف اليدوية المميزة. طبعا انت شايفة جمال المعروضات، يعني بالضبط ازاي، يعني طبعا قد ايه مختلفة وقد ايه متنوعة. الى اي مدى انت شايفة انه يكون في مكان لمعرض تراثنا في منتدى شباب العالم ليه اهمية كبيرة جدا في التسويق والترويج ليه عالميا؟ فعلا يعني احنا لما يكون يعني المعروضات دي موجوده مع شباب من جميع دول العالم، 196 دوله ممثلين هنا في مصر، فده طبعا هيخلي الناس تعرف. الناس اصلا في ناس كتير جدا من دول العالم اول مره تيجي مصر واول مره تيجي شرم الشيخ، فلما يجوا يشوفوا قد ايه ان الماتيريال كمان اللي معمول منها الحاجه قد ايه جميله جدا، وقد ايه يعني لما بنمسك، لو مسكت مثلا اي ماتيريال من الحاجات دي هتلاقي الحاجه معموله باتقان رهيب، وفعلا يعني اسعارها قليله جدا. يعني لو رحتي تشتري اي حاجه هتلاقي كمان معامله طيبه، وهتلاقي قد ايه الناس بتتعامل معاكي برحابه وبتبقى عاوزه تساعدك. يعني حتى يعني لو انت عاوزه مثلا حاجه معينه يعني في دماغك عاوزه تجيبي سوفونير لحد، فهم بيساعدوك ان انت تلاقي احسن حاجه انت عاوزاها. وبعدين المشروعات الصغيره دي يعني انا عاوزه اقول لك يعني يعني بتخلي فعلا المراه يعني ممكنة اقتصاديا بشكل رهيب، ففعلا ده حلو جدا ان احنا خلاص ما يعني انت عصر بقى ان احنا ندور على وظيفة في مكان معين او حاجة، لا فعلا التجارة هي دي اللي هي فعلا اللي بتجيب التمكين الاقتصادي الحقيقي. انا بشكرك جدا اسماء محمد العزب، خريجة البرنامج الرئاسي الافريقي، كل التوفيق والنجاح دايما ليكي يا اسماء، وبنشكرك طبعا على التنظيم المحترم لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. شكرا ليكي. اهلا بحضرتك. شكرا ليكي. وطبعا احنا مع حضراتكم في كل مكان هنا في مدينة شرم الشيخ في تغطية خاصة طبعا لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.